خابتي شو حدش لنا في الدخله منطقه سياحيه اللي سائح وحدي ها وراه هذه السياحه اللي كاينه. انا دخلت اللي وحدي فيها 12 كيلو اي فارغه كاع ها كان والو راه غير البحر وصيادي. هاد الشيء اللي عطى الله في هذيك الدوله اللي كيجيبهم الله السائح او قطاع السياحه ويجوا عندك الناس، ولكن باش يخرج وزير السياحه في ديك البلاد ويقول هنيئا لنا راه زارونا 120 مليون سائح، واش كتهضر بالمعقول ولا باغي تنص مع الشعب ديالكم؟ واش هاد الكلام يصدقوا شي واحد؟ 120 مليون، فرنسا في الطوب ديالها قبل كورونا زارها 80 مليون، المغرب وصل ل 17 ولا 18 مليون، انت جاي كتقول 120 مليون على دولة ما فيها والو فيها غير الطوابير. السيد ها هو جزائري دخل قال لك ب 11000 لقى غير الحجر، علاش دايرينها الدخلة بالفلوس؟ الله اعلم، باش الناس ما يشوفوش الحجر ولا ما نعرف شنو، علاش دايرينها بالدخلة بالفلوس؟ واش كتعرف شنو هي 120 مليون؟ راه الجزائر كاملة فيها 40 مليون، انت قلتي 120 مليون ضوبلتي على ثلاثة، وانت ذاك النهار غير 200 امريكي وقف جيتو بالطبلة والغيطة والروينة وفرحانين على 200 شخص، واش بعقلكم ولا واش؟ كنا كاين كيجيب لنا الله غير دوك الناس اللي كيشدوا الميكرو كيبداو يهضروا ويبداو يحماقوا علينا. الساعه كلشي يحمق في ديك البلاد من الوزاره من الكابرانات من 120 مليون اصاحبي، واش كتعرف شنو هي 120 مليون ولا عسامع بها؟ والاشكال الكبير انتم ما دايرين والو في قطاع السياحه، ما موجدين والو، لا فنادق لا بنيه تحتيه لا طرق سيارة في المستوى لا تي جي في لا حتى شنو موجد في ديك البلاد باش يجيوك 120 مليون؟ ولا نتوما كيجيبكم الله السياحه وما يجيو الناس بوحدهم صافي ويجلسوا ياكلوا ويشربوا معكم، مع العلم ان حتى الماكله والشراب خصكم ديروا عليها الطابور. اولي ما معكم والله الا اولي ما معكم، زعما لا خطيتونا نتوما راه ما كاينش اللي يضحكنا ولا يفوج علينا، خليكم تسمعوا واحد الجزائري هو كيضحك على راسه ما لقى ما يقول، راه كلام لا يصدقه عقله صافي. خليكم مع الفيديو نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ولات في مقابل طبعا واقع اخر يتابعه الجزائريون يعيشه الجزائريون ويتابع ايضا الجزائريون تصريحات من تصريحات المسؤولين الوزراء، مثلا تصريح ما يثير الان التعليقات بين الساخره والغاضبه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يقوله وزير السياحه يتحدث عن تسجيل 120 مليون مصطفى في المدن الساحلية خلال الصيف المنقضي، بينما الذين علقوا عدد سكان الجزائر أصلا 40 مليون أو في أقصى 45 أو 43 مليون جزائري، كيف يمكن أن يكون 120 سائح زاروا أو بالأحرى مصطاف إذا استعملنا تعبير وزير السياحة، كيف يمكن أن يكون 120 مليون مصطاف تدفقوا على الشواطئ خلال الصيف الماضي؟ معنا في نقاش اليوم فتحي غراس المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبر الهاتف كمال قمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. سيد فتحي غراس ما رأيك؟ كنا نسمع خطاب تبون، كنا نتابع أيضا وجه آخر من صورة خطاب السلطة، وزير السياحة يتحدث عن 120 مليون مصطاف توافدوا على الشواطئ الجزائرية في الصيف. طبعا خطاب السلطة وقد يكون من يبرر لها، وقد تكون للسلطة تريد البقاء وتبرر لبقائها، قد يبدو ذلك مفصولا بالنسبة للكثيرين، ولكن السؤال ماذا عن ما موقع، أين أصلا الطبقة السياسية وما تسمى بالنخب أمام هذا المشهد الذي تعيشه الجزائر؟ اولا السلام عليكم، الزفلة والنبص الخير عليكم، تحيه لكم وتحيه لضيوفكم او لضيفكم الكريم، وكذلك تحيه لمتتبعي قناتكم، وشكرا مره اخرى على هذه الاستضافه على هذه الفرصه المتاحه لنا للتدخل في هذه الامور المهمه تتعلق بالحاله الجزائريه مع هذا النظام. اولا نبدا المداخله تاعي شيء انا عشت مع المداخله تاع تبون تاع مجي تبون، انا مداري كي 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 نسمع اي مداخله تاع اي شخصيه سياسيه ولا تاع مسؤول في الجزائر نحط مسؤول بين الظهرين نحكم
البلوك نوت تاعي ونحكم ستيلو ونبدا نسجل الملاحظات على ما يقال. صدقني صديقي انني تلمو المداخله تاع تبون، يعني كل جمله فيها ديقه، كل جمله فيها مفارقات منطقيه فيها كارثيه، يعني ما لا تموت باي صله لا للواقع فقط ولكن للعمل السياسي المنطقي وللخطاب السياسي المنطقي، سواء كان هذا الخطاب هذا يعني نقبلوه ولا ما نقبلوه، من الدخلة حتى الخرجة نسميها باللغة الفرنسية سيتي دو نيمبورت كوا، يعني مستوى الأداء كارثي. إذا سيدنا مليح زيد له الهواء والريح نسمعوا حتى الإطار السياسي اللي معروض من طرف هذا النظام، هذا اللي جابوه من الناس اللي جابوه من وحطوهم على في السلطات، حطوهم في السلطة باش سوا ديزون يحبوا يقنعونا باللي راهم هاد العباد يسون كومبيتون كوم دي تكنوقراط، كتكنوقراطيين يسون كومبيتون رغم ما 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 في تسييرهم من تسلط ومن غبن سياسي. الجزائريين حبوا يقنعونا بلي رانا مع عباد على الاقل سون كومبيتون، معناتها عندهم كفاءه على المستوى التقني. نشوف التدخلات تاع هاد الناس تاع الوزراء تاع 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 النظام كارثيه، يعني السيد يهضر على 120 مصطف صافي الابري، عندنا 80 مليون سائح زياده باللي عندنا 45 مليون جزائري اللي راحوا قاع جوزوا لي ماكونس تاعهم في البحر، بدا من البيبي تاع انجور حتى اللي في عمره 90 سنه، نزيدوا لهم 80 مليون سائح هكذا باش نلحقوا لي شيفر تاع هذا الوزير 80 مليون سائح باش هكذا نفهموا الامور على 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 كارثيتها. معناتها السياحه في الجزائر هي في مستوى السياحه في فرنسا اللي هي الدوله الاولى اللي في هذه المساله، معناتها الدوله السياحيه الاولى اللي عندها حوالي 80 مليون سائح يجيوها قبل الكورونا، قبل ما تصرى الكارثه والجائحه تاع الكورونا. فوالا اون افير هاوليك العلاقه اللي رانا هاوش انا نواجهو واقع مأساوي، انا نواجهو واقع مأساوي اسمه التسيير الكارثي للبلاد وللمصير تاع الشعب الجزائري من طرف طغمه سياسيه فقيره سياسيا، فقيره معرفيا، فقيره ثقافيا، وزيد على هذا تمارس النهب والسرقه جهارا نهارا، تمارس سياسات تشجع على شيء اسمه تسلط طغمه اقليه حاكمه على حساب مستقبل البلاد وعلى حساب حياه الجزائريين وكرامتهم. فوالا هذا هو الواقع. كي تشوف انت لو ديسكور تاع تبون تشوف حقيقة معناتها الرداءة في تتمظهر في شكلها الكامل وفي شكلها كما نقولوا في شكلها الظاهر، في شكلها الظاهر. ونزيد حاجة، هما ما يمنوش بالكوادر تاعهم، هما ما يمنوش بهم، معناتها الناس اللي عندهم السلطة الحقيقية في البلاد، الطغمة الحاكمة في البلاد الحقيقية، ما يسموها بالدولة العميقة، أنا ما نسميهاش الدولة العميقة، نسميها النظام العميق، لأن ثقافة الدولة هؤلاء الناس يفتقرون لثقافة الدولة. إذا النظام العميق اللي جاب هاد الناس لم يغلفوا بهم السياسات تاعهم، معناتها هما ما يمنوش بهم. والدليل باللي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة ما يخفلكمش باللي عندها عامين لم تجتمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما بعتوش باش يرافع الجزائر وعلى السياسات تاع النظام والسياسات المنتهجه تاع النظام، سواء خاصه فيما يخص السياسات الخارجيه، لذلك ما يديروش كونفيونس في تبون، لان ما يديروش كونفيونس في ادائه، ما يديروش كونفيونس في مستواه المعرفي والثقافي وفي قدرته على اقناع المجتمع الدولي بالطريقه بالاداء تاعه. طبعا في المقابل تبون له راي اخر في الخطاب بالعكس. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، نشوفوا خرج عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ودائما مغرب.